بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية طيبة. أما بعد يا سادة، أهلا وسهلا بكم في تغطيتنا الإخبارية التحليلية المستمرة لأهم أحداث اليمن والشرق الأوسط والعالم. وكالعادة نذكركم ونؤكد للمنصة أننا نلتزم بالمهنية وتقديم الأخبار بشكل مجرد من الآراء الشخصية، أما التوجهات والانطباعات فهذا الشيء يعود للمتابعين ونحن لا نتحمل مسؤوليته. عارفين خلال 48 ساعة الماضية كم عدد الدول اللي صدرت عنها تصريحات أو بيانات أو تعليقات تعتبر إعلان حرب؟ الصين، شي جين بينغ أمر الجيش الصيني أن يكون على أتم الجاهزية والاستعداد لدخول حرب شاملة. أما كوريا الشمالية فعليا تقوم بتحركات حرب وحركت 1,400,000 جندي على حدود كوريا الجنوبية. كيم جونونغ طلب من القوات أن تستعد لإطلاق النار في أي لحظة، كما قام بتدمير سكك الحديد والطرق الرابطة بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية. تحدثنا عن هذا الموضوع في حلقة سابقة، ولكن هناك تحديثات حول هذا الموضوع خصوصا بعد إسقاط مسيرة لكوريا الجنوبية فوق كوريا الشمالية، سنسترسل كذلك في هذا الموضوع. أما أوكرانيا فقامت بتفجير 3 مفاجآت. المفاجأة الأولى تتعلق بتهديد نووي أوكراني، أما المفاجأة الثانية فعليا أوكرانيا نشرت فيديو يوثق تواجد قوات من كوريا الشمالية داخل الأراضي الروسية وهم يستعدون للدخول إلى أوكرانيا. قوات خاصة من كوريا الشمالية، ما يعتبر أول انتشار عسكري لكوريا الشمالية خارج أراضيها. أما المفاجأة الثالثة فهو ما أعلنه السفير الأوكراني في لندن، تصريح قلب الدنيا وأعاد كل الأوراق على الطاولة وقلب الأحداث والمعادلات جميعا. ما الذي حدث؟ سنتحدث في هذا الموضوع كذلك. أما روسيا تلقت ضربات في العمق وتم ضرب موسكو ومطار عسكري ومصنع متفجرات، وتلقت هجوم ب110 مسيرات الليلة الماضية. أما في الداخل الأوكراني فالأخبار مشتعلة، وروسيا باتت على وشك أن تسيطر على الأقاليم الأربعة. أما الشرق الأوسط فعاد هذا ما يحتاج أحكي لك، سنتحدث عن إيران وعن لبنان وعن القطاع وعن الكثير من الأخبار على رأسها محاولة تحييد نتن. ما الذي يحدث يا أصدقائي في العالم؟ الأمور تشابكت، وعشان نفهم الليلة هذه كلها يبقى لازم أحكي لك اشتركوا في القناة، فعلوا زر الجرس واضغطوا لنا زر الإعجاب، ارفعوا لنا انتشار هذه الحلقة، ولنبدأ على بركة الله. وتعال أحكي لك. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى يا سادة. بداية التعليقات اللي بتجيني في القناة وعلى الواتساب والإسمسات إنه يا عم أيمن، يا عم أيمن الدنيا بتولع والأحداث ساخنة في الشرق الأوسط وإنت ليك يومين غايب. شوف أنا هرزعك علقة، لأنه يا أحبائي إحنا كل يوم سهرانين على القناة الثانية، لنا 3 أيام بنطلع بثوث مباشرة عند منتصف الليل لمدة ساعة أو ساعة ونص، وهناك بناخد راحتنا. اللي ما نقدر نقوله هنا بنقوله هناك، وبيكون بث تفاعلي وبنجاوب على أسئلة الناس، وبتكون سهرة إخبارية ممتعة جدا. ويكفي أن تعرف أنه بث أمس كان لمدة ساعة حضروه 44,000 إنسان سيرنا مع بعض، وقبل أمس حضر 45,000 إنسان البث خلال البث المباشر ولكن بأوقات متفاوتة. عشان كذا اللي لسه ما اشترك في القناة، غالبا احنا بنطلع كل يوم في بث مباشر نتكلم فيه عن الأحداث العالمية، وكذلك بنربطها بالنبوءات وبناخد راحتنا أكثر هناك. اللي لسه ما اشترك، رابط القناة موجود في مربع الوصف وفي أول تعليق، انتظرونا هناك كل ليلة تقريبا، مش كل ليلة، إذا كان معنا سهرة كبيرة هنا فلن نذهب إلى هناك، ولكن غالبا هنطلع أقل شيء 3-4 بثوث أسبوعيا هناك. ولا عاد نطول لأنه واضح أن الحلقة هذه ستكون طويلة، خلونا نبدأ مباشرة ودعونا نذهب إلى الصين. تحدثنا باسترسال عنها في القناة الثانية في البث، ولكن خلونا نأخذ بعض النقاط هنا لمن فاته البث. الصين فعليا قام شي جين بينغ بزيارة
قاعدة للصواريخ للقوة الصاروخية الصينية. ولكن التصريح اللي خرج من هناك بالفعل كان مزلزل، لأنه الرئيس الصيني طلب من قواته أن تستعد وأن تقوم بإجراء كل التدريبات والاستعدادات لتكون على أهبة الاستعداد وأتم الجاهزية لخوض حرب شاملة. البعض قد يقول لك أنه هذا عادي يا عم ميمنه، واستعدادات يعني للحروب. أنا أسألك سؤال، متى آخر مرة سمعت رئيس دولة عظمى بيطلب من الجيش أن يكون على أتم الجاهزية للاستعداد لحرب شاملة؟ افهم الموضوع، فعليا الجميع بدأ يستعد وبدأ يرسل رسائل للطرف الآخر. وأنا وانتو عارفين الصين لن تتنازل عن شبه الجزيرة التايوانية، وبتقول لك هذه حقنا وسنستعيدها بالسلم أو بالقوة. وخير دليل على ذلك المناورات التي حوصرت فيها تايوان. الصين قامت بحصار تايوان، وتحدثنا عن هذا الخبر بالتفصيل وعرضنا الخرائط وكل شيء. قامت بحصار تايوان في 9 نقاط مختلفة في أكبر حصار. الصين بتقول لك هذه مناورات عسكرية، ولكن كل بياناتها والأخبار الرسمية اللي طالعة عبر قنواتها تؤكد إنه هذه عملية تدريب لاجتياح تايوان وتنفيذ عمليات إنزال على السواحل وتدمير الموانئ والمطارات والسيطرة على المراكز الحكومية. أما أمريكا طلبت من تايوان ضبط النفس، لما نشوف الليلة هذه علشها ترسى. أما روسيا طلعت في تصريح وقالت لك إنه هذه مناورات عقابية من الصين على تايوان. يعني شوف، هو هذا الكلام اللي أنا بقول لك، لما تبدأ فوضى عالمية هيكون تصفية حسابات. مفيش دول عظمى دولتين هيدخلوا حرب شاملة يدمروا نفسهم وبقية الدول تسلم وهي اللي تحكم العالم. لما تبدأ حرب الكل هيدخلها، وكل واحد عنده ملفات عالقة سيسعى لتصفيتها وإغلاقها عشان يبدأ عالم جديد، واللي هينتصروا فيه هم اللي هيحكموا العالم. نفس الناس اللي انتصروا في الحرب العالمية الثانية هم اللي حاكمين العالم طوال 80 أو 70 سنة. هتقولي لا ما بيحكموش العالم، هقولك مين اللي مع الفيتو. الفيتو مع الدول التي انتصرت في الحرب العالمية الثانية: روسيا، الاتحاد السوفيتي زمان، فرنسا، بريطانيا، الصين، وكذلك أمريكا. الصين ما كانش معاهم، يعني نقدر نعتبرها مع الحلفاء اللي انتصروا على دول المحور، ولكن هم اللي معاهم الفيتو، هم اللي يمشوا ما أرادوا في العالم. ولذلك الكل بدأ يتجهز. سيبونا من الصين الآن، تعالوا نذهب إلى تحديث المعلومات في كوريا الشمالية لمن فات البث، لأنه في هنا نقاط رئيسية. تحدثنا هنا قبل 2 أو 3 أنه فعليا كوريا الشمالية قامت بحشد 1,400,000 جندي على الحدود مع كوريا الجنوبية، وخلال 48 ساعة قام 1,000,000 شاب من كوريا الشمالية بالانضمام الطوعي للجيش. وكذلك قامت القوات الكورية الشمالية بضرب كل الطرق الرابطة بين الكورية، من سكك حديد إلى طرق. التحديث الجديد هنا في المعلومات أنه تم إسقاط مسيرة فوق الأراضي الكورية الشمالية. كوريا الشمالية قالت لك هذه تبع كوريا الجنوبية. سول ردت على بيونغ يانغ وقالت لهم لا مش تبعنا، وأنكرت هذه الواقعة. ولكن طلع تقرير من كوريا الشمالية أنه هذه الطائرة اللي تم إسقاطها هي نفس الطائرة التي عرضت في معرض سول في العام 2023. بتقول انت الطيارة هذه مش حقك، انت السنة الماضية كنت عارضها في المعرض عندك، اذا هذه الطيارة تبعك. نظرا لصعوبة تأكيد المعلومات، كوريا الشمالية خرجت لك بتصريح يعتبر اعلان حرب. كيم قال لك ببساطة اذا تم رصد اي انتهاك اخر لاراضي كوريا الشمالية وتأكد انه قادم من كوريا الجنوبية، حتى لو دخل عصفور كذا ها عليه جهاز تنصب، قال سيعتبر هذا عمل عسكري وإعلان حرب وسيتم الرد فورا. وكذلك لوح بالنووي، وانتو عارفين عاد هذا هو بيتلكك أصلا لأنه ما عنده شيء يخسره، هو كذا كذا دولة منبوذة. تحدثنا أمس لمن فاث البث عن العلاقة بين كوريا الشمالية وروسيا، هل هي زواج مصلحة؟ طيب إذا انتهت التصعيدات اللي في العالم الآن وهدأت، إيش اللي ممكن تقدم روسيا لكوريا وما يمكن أن تقدم كوريا لروسيا؟ تحدثنا في هذا الموضوع بالتفصيل. وكذلك لما ترامب زار كوريا الشمالية وكانت كوريا الشمالية على وشك التطبيع مع أمريكا، ولكنها في النهاية انسحبت وذهبت للانضمام إلى المعسكر الشرقي. من فاتها البث ليذهب إلى القناة الثانية ويتابع البث اللي نزل أمس. طيب دعونا من هذا الملف، تعالوا نذهب إلى ملف ساخن جدا، ألا وهو ملف الحرب الروسية الأوكرانية. وهنا روق لي شوية عشان ناخذ التحديثات. القوات الروسية
تسعى جاهدة للسيطرة على 4 أقاليم تريد ضمها للأراضي الروسية. شوف الخريطة اللي أمامك هذه، هذه هي فقط المسافة التي تبقت لتسيطر القوات الروسية على كامل مقاطعة خيرسون. أما إذا ذهبنا إلى زبروجي أو زبروجي، كذلك هذه هي المنطقة أو المساحة التي تبقت فقط. في حال سيطرت روسيا عليها واحتلتها فستسيطر على كامل هذه المقاطعة. كذلك إذا ذهبنا أيضا إلى دونيتسك، شاهد المساحة المتبقية، روسيا تضغط جاهدة لضم هذه المقاطعات 4 إلى الأراضي الروسية. ولا تعتقد أن الأمر هناك هين، لأنه هناك الدنيا ضرب ضرب. شوف هذه الخريطة توريك نقاط التماس بين الجيش الأوكراني والجيش الروسي، هناك فعليا مطحنة. طبعا على طول الخط هذا في شباب يمنيين متورطين هناك، تم خداعهم واستدراجهم. هذه الجبهة ساخنة جدا. ما الذي أشعل الملف الروسي الأوكراني خلال 48 ساعة الماضية؟ هي تصريحات زيلينسكي. زيلينسكي قال لك إنه القوات الكورية الشمالية موجودة داخل الأراضي الروسية. حينها الأمين العام لحلف الناتو قال إنه لا يوجد معنا معلومات مؤكدة سوى البيانات اللي خارجة من أوكرانيا. اليوم أوكرانيا قامت بنشر فيديو، بنشر فيديو هام جدا. هذا الفيديو كما ادعت هي يوضح صفوف من القوات الكورية الشمالية موجودين داخل روسيا أمام ضباط روس ويستلمون منهم البدلات والحقائب والبريات العسكرية. يعني هذول خلاص داخلين لأوكرانيا الآن، هذول تدربوا فهموا قواعد الحرب ويستعدوا الآن للدخول إلى الأراضي الأوكرانية للقتال صفا إلى صف مع الروس. بيقول لك البدلات اللي بيستلموها الماركة روسية ومكتوب عليها بالروسي، ولكن المواصفات أو القياسات بالكوري الشمالي. كيريلو بودانوف رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية قال إنه يوجد داخل أوكرانيا 11,000 كوري شمالي من القوات الخاصة الكورية الشمالية في شرق روسيا يتلقون التدريبات، و2600 منهم يستعدون الآن للدخول إلى كورسك الروسية التي اجتاحتها أوكرانيا. يعني فعليا الحرب بدأت تصبح عالمية. الآن الجيش الكوري الشمالي في أول انتشار له خارج حدوده موجود داخل روسيا يتلقى التدريبات ويستعد لاجتياح الأراضي الأوكرانية. زيلينسكي طبعا في حالة صدمة. أنت عارف زيلينسكي هو بياخذ دعم وأسلحة من الغرب كله، لكنه مستغرب ليش روسيا بتاخذ أسلحة ودعم من كوريا الشمالية. أنتوا عارفين قواعد اللعبة، العالم حقنا يا بابا، احنا نقسمه بطريقتنا. طيب هل القوات الأوكرانية تتلقى الضربات فقط؟ في الحقيقة هي كذلك تقاتل بشراسة. أعطيك دليلين على ذلك، إنه حتى اليوم كما ترى على هذه الخريطة لم تستطع القوات الروسية الوصول إلى بوكروفسك. احنا لنا شهرين تقريبا الآن هناك استماتة. بوكروفسك هي هامة، وشرحنا قبل كده في حلقة وثائقية كاملة أهمية هذه المدينة اللي يوجد فيها الخطوط الرئيسية السريعة اللي تودي إلى معظم الأراضي الأوكرانية. من هناك ادعس على الرابع وادخل يابا. ففي استماتة على هذه المدينة، كما هي أكبر بلدة سكنية قبل حدود المقاطعة. إلى الآن الجيش الروسي هناك محرقة جنود روسية أوكرانية على أعتاب بوكروفسك. المعيار الثاني أيضا، لازالت أوكرانيا تقاتل. أمس أوكرانيا شنت 110 هجمات بطائرات مسيرة على روسيا، تم إسقاط واحدة من هذا 110 اللي تم إسقاطهم، واحدة فوق موسكو، 23 في كورسك، و 27 في ليبيتسك. كذلك تم مهاجمة مطار عسكري روسي، والقوات الأوكرانية قامت بضرب مصنع متفجرات روسي، وكان هناك ضربة داخل روسيا بالمسيرة التي تم إسقاطها. إذن الحرب هنا على أوجها. ما فجر الأحداث في هذا الملف هو تصريح زيلينسكي اللي طلع وقال إما تعطونا نووي، هذا الرئيس الأوكراني، إما أن نحصل على سلاح نووي يردع روسيا أو أنكم تضمون الحلف الناتو. هو ما قالها بالطريقة هذه، لأنه بعدين الحلف الناتو طلب منه توضيح، إيش قصدك بأنك تحصل على سلاح نووي؟ فهو طلع برر بعدين أمام الناتو، قال لهم نحن لا نعتزم تصنيع سلاح نووي، لا نعتزم ذلك، وقال إحنا ملتزمين بمعاهدة حظر الانتشار النووي، ولكن إن لم نحصل على سلاح نووي يردع روسيا
ليس أمامنا خيار سوى الانضمام إلى تحالف، ولا نرى تحالف أقوى من الناتو. أصلا مين هيقبلك غير الناتو أصلا؟ ومين التحالف الثاني اللي هينضم لك يقبلك فيه؟ تحالفات تتشكل قبل الحروب، أما لما تكون أنت في وسط حرب وسط محرقة مين اللي هيقبل؟ يعني هو هيدخل يحارب معاك، مين سيجر على بلده الويلات أمام الدب الروسي؟ بوتين طلع وعلق على هذا الموضوع وقال إنه الأمر يعتبر استفزاز. ما هو أنت تخيل لما تكون أوكرانيا أنت بتواجه أكبر دولة نووية، سلاح نووي على وجه الأرض روسيا، أنت بتواجه أكبر ترسانة نووية وتقول للثانيين هاتولي سلاح نووي، هاتولي نووية أخلص عليه. فقال هذا تصريح مستفز، وإنه هيخلص على أوكرانيا يحولوها صهارة قبل أن يمتلك سلاح نووي. طبعا بوتين لعب على الحبل هنا، لعب على الحبلين وقال لك أوكرانيا لا تمتلك سلاح نووي، ولكن ليس من الصعب تصنيعه في ظل يعني العصر الحالي والتطور الحالي، وإحنا عارفين لا يمكن أنه يعمل منشآت نووية ويخصب يورانيوم ويصنعه بنفسه. ولكن بوتين مسكها عشان يحطها في ملف الضربات النووية التكتيكية في حال احتاجها. ما أشعل الأحداث أيضا هو تصريح فاليري زالوجني، هذا هو السفير الأوكراني في لندن، واللي قال تصريحات تعبر أو توضح أن أوكرانيا غيرت استراتيجيتها ورؤيتها للحرب ولنهايتها، لأنه قال نحن لا نمنح الأولوية للأرض وإنما للضمانات الأمنية. هذا ما معنى كلامه، بمعنى قال أنه الأراضي اللي حصلت عليها روسيا ممكن نتنازل عنها الروسيا مقابل سلام بضمانات أمنية، وانت عارف الضمانات الأمنية هنا انه يدخل للناتو. التصريح هذا قلب الدنيا، لانه زيلينسكي خلال الثلاث سنوات الماضية كان ملتزم على مبدأ انه لا سلام الا باستعادة الأراضي، وكان دخول الكورسك عشان يفاوض على الأراضي الأوكرانية اللي في حوزة الروس. فهذا طلع وقال لك ممكن نتنازل على الأراضي مقابل ضمانات أمنية، بل قال ايضا انا لو سمعت انه جاري بسط أو سيطر على جزء من حديقة الخلفية وأنا مش قادر أرجحها فسأقول هذه مسألة يحلوها أحفادنا أو أبنائنا. بهذا الطريقة يعني ممكن أن نذهب إلى السلام وننضم للناتو والأراضي اللي الأقاليم الأربعة تأخذها روسيا والمستقبل نرجع نفصل فيها. هذا التصريح يعتبر أهم تصريح خرج من أوكرانيا، لأنه يوضح لك أن هناك تغير في وجهة النظر الأوكرانية الآن لإنهاء الحرب مع استحالة الانتصار أصلاً. ما هو إما تنتصر روسيا أو يلحق الدمار بالجميع في حرب نووية تضم أمريكا والناتو وروسيا. فالتصريح هذا قلب الأحداث كلها. طبعا كان في ردود من الاتحاد الأوروبي، البعض طلع يقول له أنه الأراضي الأوكرانية هذه أراضي أوروبية وإحنا بنحارب ثلاث سنوات هذه معاك وبنساعدك، ليش؟ عشان أرضنا. كذلك كان في انزعاج من بعض القيادات في الداخل الأوكراني، تحدثوا أنه نحن نقاتل من أجل أرضنا ولن نتنازل عن أي شبر فيها. طيب في خضم الأحداث هذه روسيا طلع بوتين ووجه تحذير شديد اللهجة للكيان، وقال لهم انه حتى مش انكم تضربوا المنشآت النووية الإيرانية، قال لهم لا تفكروا حتى في دراسة هذا الاحتمال، يعني لا تفكروا حتى في انكم تدرسوا احتمالية ضرب المنشآت النووية الإيرانية، هذا الأمر مرفوض وهذا سيدمر مبادئ السلامة النووية العالمية. وانت فهمني هنا، وذا الكلام اللي بقوله لك انا لي شهرين ثلاثة اللي كانوا بيقول لك انه ممكن اوكرانيا تضرب مفاعل نووي روسي او انه ممكن الكيان يضرب ايران، بقول لك اي حد الان هيستخدم نووي استراتيجي او تكتيكي سيعطي الضوء الاخضر لبقية الدول باستخدامه في معارك الان. ليش؟ لو الكيان قام باستخدام نووي على ايران او ضرب المنشآت النووية الايرانية هذا يهدد السلامة العامة أصلاً. أنتوا فاكرين لما روسيا دخلت مفاعل زاباروجيا النووي العالم كان يقول لك هذا شيء كارثي، هذا يهدد السلامة النووية، هذا إرهاب نووي. طيب الآن الكل بيتحدث طبيعي وكأنه الكيان ممكن يضرب المنشآت النووية الإيرانية، هذا وكأنه شيء طبيعي مش وكأنه خطر، وهذه كذلك منشآت نووية فيها مواد مشعة، فيها قلوب مفاعلات، فيها يورانيوم، فيها اليود، فيها أشعة جاما وبيتا وألف ليلة، يعني منشآت نووية. فإنهم بيتكلموا وكأنه الموضوع شيء عادي. فبوتين بيقول لهم لو ضربته هذا يزعزع المبادئ، هذا ينهي مبادئ السلامة النووية، يعني بعدين أي حد ممكن يستخدمها. مش كده بس، بوتين كذلك قال إنه الناس اللي في القطاع لن يغادروا أرضهم أبدا،
قال لهم كده لن يغادروا أبدا هذه أرضهم ولن يغادروا منها. الآن بدأ التصعيد كذلك بين روسيا وبين الكيان، ولا تنسى أن الكيان استفز روسيا وقام بضرب جم عسكرها. القوات الروسية موجودة داخل سوريا، سوريا اللي تتفاجأ الآن أنه في سوريين سعيدين أنه الكيان بيتمدد داخل الجولان، وأنه بدأ ينزع السياج الشائك وبدأ ينزع الحواجز والألغام ويستعد للدخول. شوفوا الحال وين وصل فينا. أما في ظل الأحداث هذه كلها مين الوحيد؟ العالم كله طبعا كذا بيزقرع عدا شيء واحد فقط هو اللي نايم، جامعة الدول العربية. في ناس اقتحموا ساحات جامعة الدول العربية مقفلة وقاموا بوضع عبارات كذا على الجدران والأبواب. جامعة الدول العربية نايمة طبعا، تعرفين هم. بس أقول لكم انتظرونا في بث مباشر على القناة الثانية اليوم إذا فضل وقت وانتهينا من هذه الحلقة مبكرا ولسه فينا صوت، أو غدا، لأن احنا لازم نتكلم عن جامعة الدول العربية في ظل ما يحدث الآن. أشوف هقول كلام كبير بس خليه في القناة الثانية. في خضم هذه الأحداث كلها رأينا محاولة تحييد نتن، مسيرة اخترقت حيفا وضربت منزله، شرفة منزله تحديدا. الفريق ألف الكيان بيقول لك أنه كان في ثلاث مسيرات، اثنين تم إسقاطها وواحدة عبرت. وأنا أعتقد هذا الكلام لسيناريوهين، إما المسيرتين الثانيتين كانتا من نوعية أقل كفاءة كعملية تمويه، والثالثة هي اللي كانت متطورة، أو أنه كان في واحدة بس ودخلت وضربت الهدف والكيان لم يتمكن من رصدها. ليش؟ لأن احنا رأينا الطائرة وهي داخلة وعدت في شكل تحدي صارخ من فوق مروحية أو مشيت، والمروحية ما عرفت تتعامل معاها، والإنذارات دوت مباشرة. واضح أنه أول ما دخلت الطيار هو اللي بلغ، بعد ما عدت من فوق وشافها بسبع ثمان ثواني انطلقت صافرات الإنذار وما عرفوا يتعاملوا معها. فكيف طيحت اثنين وما عرفش طيح الثالثة؟ هذه وصلت وضربت في شرفة منزل نتن. أنا بسمع أخبار البعض بيقول لك أنه كان هناك فرق 30 ثانية فقط ولا كان راح فيها، وأنا لا أعتقد ذلك، لأنه المنزل اللي تم ضربه هو في حيفا، وحيفا مخلاة. تتعتقد انه نتن قاعد في حيفا؟ هو قاعد في قلب العاصمة هناك، ايش هو دي حيفا اصلا؟ فالكلام هنا انا اعتقد انه هذه كانت ارسال رسالة. لو تم فعليا تحييد نتن لكان هذا معناه اعلان حرب شاملة، تعرفين، على الكيان، وكانت هتولع الاحداث دفعة واحدة. بينما هذا كله في اطار الضغوط لاجبار هو على تلافي الحرب الشاملة، نحن قادرين نوصلك. فواضح أنها كانت تحمل رسائل أكثر من هدف، الرغبة في الإيذاء ما يترتب عليه إيذاء متبادل أكبر. خرجت تسريبات طبعا أمس أو قبل أمس بعد منتصف الليل، مستندات أو وثائق تؤكد أنه الكيان الخطة ضرب إيران لن يقوم باستهداف منشآت نووية ولن يقوم باستهداف منشآت الطاقة والنفط الإيراني. هل نعتمد هذه المعلومات؟ هو واحد من اثنين كذلك، إما هذا الكلام صحيح واللي سربها مين؟ الجانب الأمريكي. هذه الأمور ما تتسرب إلا عنوة، لما أكون ودي أسرب معلومات وعمل نفسي مش أنا مش واخد بالي، تفهمين شغل السياسة والإعلام والتسريبات. وهذا معناه واحد من اثنين، إما أن أمريكا لا تريد المزيد من الاشتعال في المنطقة ولذلك هي ترسل رسالة عبر هذا التسريب أنه إيران تهدئ الوضع، لن يكون هناك ضربة كبيرة، أو هذا خداع استراتيجي عشان الإيرانيين يهدأوا فجأة يلاقوا الضربة فوق هذه المنشآت. إيش اللي هيتطور في هذا الملف؟ أعتقد الأيام القادمة هتجيب، وأنا مؤمن أنه الضربة اللي جاءت من لبنان إلى جولاني في غرفة الطعام، فاكرينها، أعادت الضربة خطوتين إلى الوراء وتم تأجيلها، لأنه كانوا يعتقد أنه هو خلص 80% من المشوار في لبنان، ولكن واضح انهم ما خلصوا 10% حتى. فكيف ستتطور الاحداث العالمية؟ احنا متابعين كل شيء يا اصدقائي، ان شاء الله في البث المباشر الليلة على القناة الثانية او غدا اذا ما لحقنا نخلص هذه بدري ولسه فينا حيل، هنتحدث فيها عن جامعة الدول العربية، وسنتحدث كذلك عن القيادات العربية، وسنتحدث عن مشايخة الدين، لانه في مفاجآت انا هفجرها لكم في البث المباشر. وسنتحدث ايضا عن إيقاف تصريح شبكة MBC من داخل العراق، وهنتكلم عن العواصم العالمية والحراك اللي موجود فيها. هيكون معنا كلام كثير، ولكن هنا احنا بنقول الأخبار
بشكل محترف كذا ومتزن، في القناة الثانية بندخل براحتنا أنا وأنتم مع بعض. لا عد أطل عليكم لأنه الحلقة طالت يا أصدقائي. وفي ختام هذه الحلقة لا يسعني سوى أن أشكر كل الناس اللي وصلوا معنا للدقيقة الأخيرة، هذولا العتاولة تبعنا. وأهلا وسهلا بكل الإخوة والأخوات، تخطينا 500,000 مشترك على هذه القناة، وأتوجه لكم برسالة الشكر في حلقة منفردة إن شاء الله لما نكون في حالة نفسية كذا طيبة مع الأحداث التي تحدث. اشتركوا في القناة، فعلوا زر الجرس، اضغطوا لنا زر الإعجاب، ارفعوا لنا انتشار هذه الحلقة. وحتى أراكم في حلقة أخرى، هذه لكم مني تحية، أنا أيمن القاسمي، دمتم بود وسالمين جميعاً.